أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمية الخير. النهاردة هكلمكم عن معنى كلنا بنحبه وقريب لقلبنا قوي، وهو الحب. أول ما بسمع كلمة حب دايما بيجي حب المولى عز وجل في قلوبنا، حب ربنا في قلوبنا، في كده حبل ود بيننا وبين المولى عز وجل. ومن أكتر الآيات اللي بتحسسني بالحب والود من ربنا لينا وقد إحنا غاليين عند ربنا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. لو أنت تعبان ربنا عز وجل هيطبطب على قلبك، ولو أنت مجروح والله هيخلي جرحك ده ليه ألف دواء، ولو أنت معندكش أهل وأحباب هيعزك وهيقويك. وعشان انت غالي قوي عند المولى عز وجل، انت كمان لازم تبقى غالي عند نفسك، تعز نفسك وقلبك. قلبك ده معجزة ربنا عز وجل ادهالك وادهالك، لازم تدوها أمانة للي يحافظ عليها. عشان كده النهاردة حبينا نتكلم عن ازاي تقدروا تختاروا اللي يحافظ على قلوبكم، يقدرها ويحافظ عليها ويعينها على ازاي يعزز الصلة بينه وبين المولى عز وجل، وتدخلوا انتوا الاتنين الجنة. هنكلمكم ازاي تختاروا شريك الحياة على اسس اسلامية واسس صح مع شيخنا الجليل الشيخ احمد الجهيني من علماء الازهر الشريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم، حضرتك مشرفنا ومنورنا دايما، ربنا يعزك. احنا برنامجنا اجتماعي، لكن احنا بنناقش المواضيع الاجتماعية على أسس دينية. البنت أو الولد بيبتدوا يحبوا في مرحلة مبكرة جدا، هنفترض اللي هي الجامعة. فإحنا عايزين نحط لهم أسس إزاي الولد يتكلم مع البنت، ولو هو بيحبها بجد من المفترض اللي هو يروح لها بيتها مش يكلمها خارج البيت. فحضرتك ممكن تقول لنا إيه الأسس اللي ممكن يمشوا عليها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرتك بدأت المقدمة بحب الله سبحانه وتعالى، وده سر جميل قوي، يعني هيظبط بوصلة الإنسان في كل اختياراته. فحضرتك يعني ذكرتيني كده بأهمية حب الله سبحانه وتعالى، خاصة في المراحل دي. الشاب لو تعلم ازاي يحب ربنا سبحانه وتعالى، والبنت تتعلم ازاي تحب ربنا سبحانه وتعالى من خلال العبادة، من خلال الطاعة، من خلال ذكر الله سبحانه وتعالى، هتلاقيها حتى لو في اي حاجة تعرضت لحياتنا، مشاعر احاسيس، هتتظبط. يعني انا عايز اقول اللي هيعدل المسألة ويصححها في الاصل هو حب الله عز وجل. ده مهم جدا، لان لو ان القلب خاوي من حب الله هيبقى عرضه للاهواء. صحيح. عرضه للشبهات والشهوات. يبقى اساس وحضرتك اللي ذكرتينا بيه حب الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. طيب نيجي بعد كده مرحله الجامعه، طبعا هي من اخطر المراحل، سواء على المستوى التعليمي او المستوى الاجتماعي او في كل حاجه. الاختلاط يا شيخ احمد، الاختلاط يعني خطير طبعا. وبعدين المسلسلات والافلام رسخت في عقول وقلوب اولادنا اللي هو لا، يعني الحب ده شيء عظيم وسامي. هو فعلا عظيم وسامي، بس مش بالشكل اللي هم بيقولوا، اللي هو الولد يقابل البنت بره البيت. نعم. ويقعد يكلمها في التليفون بالساعات. نعم. وبعدين لما يتقدم لها حد كويس لا، ما طب ما تاخدهوش، ويقعد يعني لا، الموضوع بقى صعب قوي. احسنتي. ومن الصور اللي الاعلام بشعها، لو واحده طلعت محترمه وملتزمه وترفض هذا الصور الاختلاط، ان هي صاحب شاب او تمشي معاه، او يطلع ان هي متشدده او متدروشه او منعزله او عندها مشكله نفسيه. صحيح. فالتصوير ده خطير جدا. صحيح. التصوير ده خطير جدا، كان المجتمع الاصل فيه الاخطاء. صحيح. والعيوب والذنوب، والكويس هو بيصوره في صوره مش كويسه. فلذلك اي انسان بيقوم على مثل هذا العمل
سواء بقى مؤلف سيناريست اي ده يقسم اسم عظيم جدا، يقسم اسم عظيم جدا. صحيح. يعني لازم يخلي باله لان هو اجيال بتمشي وراه. صحيح. نحن لا ننكر يا استاذ امير ان الاعلام له تاثير قوي جدا طبعا جدا على البيوت وعلى الاطفال وعلى الشباب وعلى الرجال. صحيح. حب الله وحصن، يعني الكلمه حضرتك دي مهمه جدا. صحيح. حصن منيع لقلوبنا. صحيح. من الاخطاء ومن امراض القلوب ومن 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 الحب الحلال. الحب الحلال، احسنتي. طيب هنا الـ انا ماشي بحب الله سبحانه وتعالى فهيحفظني في اشد الظروف وفي اشد المواطن والمواقف. البنت طالما ملتزمه بحجابها، ملتزمه بادبها، صحبه الاخوات البنات اللي زيها المحترمات اللي زيها يعاونوها. اصل حته ان ايه، اصل هيساعدني يشرح لي مش عارف ايه، ما فيش بنات، يعني ما في بنات ممكن يعوضوا هذا الامر. طب خلينا واقعيين شويه، هو الولد بيبص للبنت واعجب بيها، وهو دلوقتي ما عندوش امكانيات، وهو طبعا عايز يتكلم معاها وكلها يشرح لها بحبه او كده، ايه الاسس الشرعيه اللي هو ممكن يمشي عليها؟ اولا هذا الشاب لازم يعتبر اولا دي اخته. هو ما عندوش امكانيات، هل هيقدر يتزوجها في فتره مثلا سنه او سنتين او ولا هو مش قادر خالص؟ طيب ان كان غير قادر على تحمل المسؤوليه لا دلوقتي ولا بعد شويه، يبقى هنا لهذا لا يرضى لاختي. هيعلق قلب البنت. صحيح. ويخليها تفكر فيه ويخليها زي البيت الواقف معاه. يعني اسف للتعبير لكن هو ده اللي بيحصل. صح. دي يخليها معلقه. وبعد كده كمان ممكن يسيبها. ولا طب يعني ده يرضي مين؟ صحيح. هل ترضاه لاختك؟ يعني ده احنا لو كل واحد بيتعامل من هذا المنطلق ان دي زي اخته، عرضه، يخاف عليها، ما كناش لقينا هذا يعني الظلم للبنات. يعني فعلا زي ما حضرتك قلت، الاساس الديني في البيت هو اللي بيفرق مع الولد او البنت. طبعا. يعني هو لو اتربى على ازاي يخشى الله عز وجل ويتقي، هيبتدي بقى اللي هو يفكر التفكير ده. احسنتي. لكن هي القصه بقى صحبه الشر في الولاد وصحبه الشر في البنات. صاحب ساحب. الصاحب ساحب. أيوه. فانظر من تصاحب. صحيح. فتلاقي حضرتك بقى ايه تشجيع، انت علقت كام بنت، انت عملت ايه، لا ده انا مش عارف. بيتفخروا بيقلدوا الافلام والمسلسلات، فلان مش عارف دون جوان ايه، مش عارف ايه، وازاي يقدر يعلق البنت دي، ازاي يقدر يجيب البنت دي، ازاي يخدع البنت دي، سواء بلبسه او بكلمه معسوله او بشبه ذلك. فهذا الشاب يعرف ان هو على خطى الشيطان. صحيح. على خطى الشيطان. بنات الناس دي امانه. صحيح. امانه يتقي الله سبحانه وتعالى فيها. وبعدين هي الدايره هي بتلف. صحيح. بتلف. لازم انت لو راجل عندك دين وعندك احترام وعندك تربيه، حتى لو مش مسلم. صح. بس محترم، هتخاف على بنتك، هتخاف على مراتك، هتخاف على اختك، لان هي دايره وهتجيلك هتجيلك. فانت لو محترم وخايف على اهلك، هتحرص ان انت تخاف على بنات الناس. صحيح. طيب هناخد اتصال. ماشي. السلام عليكم. ورحمه الله تعالى وبركاته. اتفضلي يا استاذه امل. بص انا عايزه اسال على حاجه بس غير الحلقه. اتفضلي يعني. اتفضلي طبعا. اتفضلي احنا معاكي. بصي انا لسه عنسه. عندي 38 سنه، بس يعني انا كل ما يجيني واحد يحصل خلافات او يشوفني واشوفه الموضوع يفركش. فانا عايزه اسال الشيخ يعني ايه السبب، يعني بكون انا الحمد لله بصلي ما شاء الله، عامله عمره وبحفظ القران وبعمل كل حاجه حلوه يعني الحمد لله. طب يا حبيبتي اسمعي، معنا حد تاني. السلام عليكم. استاذ صابر اتفضل. فدلوقتي حضرتك ايه الحل يعني؟ هو انا ما سمعتش السؤال من الاول، ممكن حضرتك تعيده؟ بقول لحضرتك انا كنت متزوج واحده من الفيوم، انا من نفس الاصل.
ايوه وحصل انفصال وكل واحد راح لمصلحته، هي خدت حاجه ومفيش حاجه بينها وبينها، ليا طفل منها اقسم بالله من سنه 2014 لحد دلوقتي ما شفته ولا بخلينا اكلمه بالتليفون ولا بشوفه. كل ما اروح اشوفه يقول لك ده راح عند خاله، ده راح رحله، ده الولد تعبان. بتصرف عليه؟ بقى لي 6 سنين بتصرف عليه؟ طيب الشيخ عايز يسالك سؤال يا شيخ، انت بتصرف عليه؟ لا حضرتك انا ما بشوفوش بقى لي 6 سنين. ما بيشوفوش؟ طيب يعني انت بتبعت له مصاريف عن طريق البوسطه؟ بتبعت له اي حاجه؟ حضرتك هو من محافظه ولا من محافظه؟ ايوه ماشي، يعني المحافظه مش تعرف تبعت له فلوس؟ لا حضرتك هو ما بيطلبوش مني اي حاجه، لا فلوس ولا لبس ولا اي حاجه. هم ما بيطلبوش منك؟ اه. هم لازم يطلبوا؟ لا مش لازم، حضرتك انا ما بشوفوش اصلا. انا ما عنديش ما شافوش ولا اعرف عنه اي حاجه لحد دلوقتي. طب ما هو انا يعني قد يكون عشان انت ما بتصرفش عليه فهم ما رضوش يخليك تشوف. انا مصدق ان لا يعني ما فيش اي حاجه مش متاخر عنه، بس اشوفه واكلمه في التليفون. طب رحت له؟ لا رحت كذا مره، يقول لك الواد عند خاله في الفيوم نفسها، الولد فرح لا هو في البيت. رحت للمحامي قال لي ما حدش هنا بيزنك بيحبه. طب وليه انت ما بتسيبلوش فلوس مثلا وبعدين ربنا يسيب؟ انت كده اعتقد ما خدش وذو يعني وذو. حضرتك ما فيش حد يا استاذ، وكل الناس اللي بيتوسطوا ما بيربلوش منهم لا فلوس ولا تليفون ولا اي حاجه. طيب اوكي اسمعنا يا استاذ، انا دلوقتي عاوز اشوفه بعد كده اديله حتى عمر يعني، لان هو مفيش غير هو بس يعني. طيب اسمعنا يا استاذ صبري، شكرا جزيلا. طيب هي أمل عندها 38 سنة، بتقدم لها ناس كتير وهي ملتزمة في الصلاة وكذا، بس كل ما بيجي لها حد بيختلف وبيمشي. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الزوج الصالح الذي تقر به عينها ويرضيها ويكون طريقا وسبيلا معها إلى الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أولا أنا نفسي أن كل حد محتاج لربنا سبحانه وتعالى، وكلنا محتاجين لربنا سبحانه وتعالى، يكون دائم اللجوء الى الله. صحيح. دائم ملح، يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع. ما ينفعش اقول ايه اما انا دعيت، ما انا قلت لا. صحيح. لا احنا مش عايزين كده، احنا يعني في اثر انا بحبه قوي، ان العبد اذا دعا الله سبحانه وتعالى قال الله يا جبريل اخر مسألة عبدي فإني أحب أن أسمع دعاء. إن شاء الله. فده أثر يعني أنا بحبه جدا، يدل على أن الله سبحانه وتعالى بيحب يسمع دعائك. طبعا. أنت متكسلش، ده إحنا عايزين إزاي نتضرع ونتمسكن ونتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. ويمكن الخير لسه ما جالهاش، يعني خيرها لسه ربنا ما أذنش بال. لكن إحنا نكون على إيه؟ على باب التضرع، باب التذلل، باب الدعاء، باب اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، ويكون عندنا ثقه ويقين في موعود الله عز وجل. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. صحيح. ان شاء الله ربنا يكتب لك الخير يا رب العالمين. أمين. طيب معانا كان صابر ما بيشوفش ابنه من 2004 ومش عارف يعمل ايه، وبس هو ما بيصرفش عليه. دي ازمات واتمنى ما كنتش اشوفها في بلاد المسلمين، لان ده مش شرعنا ولا ده ديننا. لا انت اولا عندك مخالفه شرعيه، ومعلش يعني ما مش تبرير انك ان هم انت الفلوس ممكن تبعتها، يعني خلي هم اللي مقصرين، انما انت دلوقتي انت مقصر وهم مقصرين. صحيح. انت مذنب وهم مذنبين، فانت الاساءه لا تقابل بالاساءه. صح. يعني قال تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صحيح. انت قدم عليك، لان الانفاق على ابنك ده واجب عليك، فرض. يعني ايه فرض؟ يعني انت تأسم بتقصيرك في نفقة ولدك. صحيح. هم بقى قصروا معاك في الرؤية، يحاسب. خليهم يشيلوا شيلتهم. صحيح. خليهم يشيلوا شيلتهم. انما ما ينفعش، اصل بقت عند دلوقتي يا استاذ امين. ايوه. هو ما بيدفعش، طب احنا مش هنوريه. هم طب انا مش هديهم. ما ينفعش. صح. فين التعامل بالرحمة والود والإحسان، وان العشرة تبقى طيبة حتى بعد الفراق؟ معروف. نعم. هنرجع تاني لموضوعنا وهو الزواج. نعم. طيب هو دلوقتي الولد راح يتقدم للبنت وهو ما عندوش اي امكانيات. نعم. فالاهل دايما بيشوفوه غير مناسب، يعني انت مش كفء لبنتنا. نعم. بس دايما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا اللي احنا بنرضي يعني نرتضي دينه واخلاقه. نعم. نزوجه. نعم. فده بقت مشكله كبيره قوي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في
في الارض وفساد كبير، وفي روايه وفساد عريض. عندك تليفون ولا حاجه تاخديه ونرجع تاني؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اتفضلي. اتكلم فضلتك. طبعا اتفضلي. من فضلك فضلتك. اتفضلي. انا معايا بنتي، مامتها ماتت وسابتها لي، يعني سابتها عندها سنه وشهر كده. ابوها اتجوز بعد 4 شهور. زوجة ابوها ساءت معاملتها. بعد كده حصل خلاف، فانا اخذت البنت عن طريق المحكمه. واخذت حكم بنفقه شرعيه، بالرغم من كده هو ما بيدفعهاش. وبالرغم من كده انا فاتحه لهم بيتي، يعني في صله قرابه بينا، فاتحه لهم بيتي يجي يشوفوا البنت. هو وابوه وامه واخواته. وبالرغم من كده ما بيصرفش عليها اي حاجه. كل اسبوعين او 3 اسابيع يجي يديها 50 جنيه في ايديها، ويديها 5 جنيه فتنه، يقول لها ادي ال 50 جنيه دي. هي بتقول يا ماما. بتدي ال 50 جنيه دي لماما. فهل لو انا منعته من زيارتها اشيل يبقى عليا وزر؟ طيب اسمعينا يا حبيبتي، شكرا جزيلا، شكرا. تقريبا هو نفس الاتصال. نعم نعم. انا بقول للحاجه الفاضله رايي، يعني انت تعامليه من ايه؟ من باب الاحسان. صحيح. يعني انت لك اجر كبير جدا وعظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. انت بتربي يتيم، فكافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. يعني قد صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كايه؟ كهاتين في الجنه. صحيح. واشار بالوسطى والسباب. فأنت في منزلة كبيرة جدا وعظيمة جدا عند المولى عز وجل، فلا تضيعها. خليه يجي يشوف ابنه ويتحمل، هو عليه وزر. أيما رجل قصر في نفقة من يعول فعليه اسم، لأن ده فريضة. صحيح. فريضة واجب. يعني إيه واجب؟ يعني ليس لي فيه اختيار. أنا ماليش اختيار في فرض ربنا سبحانه وتعالى، فهو عليه ذنب وعليه اسم وعليه ود ان قصر يعني باستطاعته وهو قادر. طبعا 50 جنيه يعني مش ممكن طبعا يكون طبعًا. يعني والله اعلم. ربنا يهديهم جميعا يا رب ان شاء الله. يا رب. طيب احنا كنا بنتكلم على اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا ان لم تفعل تكن فتنه في الارض وفساد كبير، وفي روايه وفساد عريض. لا هنكمل كلام حضرتك ونرجع. طيب هنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا جاءكم من ترضون دينه وايه؟ وخلقه. طيب هو الخلق مش من الدين؟ طبعا الخلق من الدين. طب ليه جاب، ليه لم يكتفي بالدين؟ يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه؟ قال وخلقه. ده قالوا ايه؟ قالوا ده من قبيل الخاص بعد العام. يعني ذكر الدين عام وبعد كده الخلق خاص، والخاص من جنس العام. قالوا لما يذكر الخاص بعد العام ده كانه بيقول لك خلي بالك من الايه؟ من الخاص، ده مهم جدا. الخلق ده مهم جدا، خلي بالك منه. صحيح. زي لما ربنا قال ايه؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما صلاة الوسطى ليس صلاة عصر كما حديث البخاري، ما هي من جنس الصلاة. يمكن يا شيخ احمد لان دايما في ناس بتقرا قران يعني وبتقول الدين وهكذا، بس مثلا ممكن يخرج من الجامع يبص على واحده، يعمل حاجه في الخلوات، فيعني اعتقد ان الخلق بعيد عن الدين، وخاصه لما بيكون لوحده. نعم. هو الخلق من الدين. يعني الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم لخص دعوته، قال ايه؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. المعامله يعني. طب هو الدين معامله والدين خلق. سئل صلى الله عليه وسلم بما يدخل الناس الجنه؟ الناس تدخل، يعني ايه السبب يا رسول الله ان الناس تدخل بيه الجنه؟ قال لهم بكثره صلاه، بكثره صيام. لا والله، قال بتقوى الله وحسن الخلق. طيب هو هم الناس شايفين أهل العروسة شايفين اللي هو مش لا يصلح وغير كفء لبنتهم. نعم. لأنه هو مش كفء ماديا. نعم. ليهم مثلا. نعم. بس الولد عنده خلق وعنده دين وعنده نعم. هل لو رفضوه يبقى يؤثموا على ذلك؟ لا لا لا، لا يؤثموا أبدا. عايزين برضو نفهم الناس إن القوامة المادية معتبرة شرعا. القوامة المادية معتبرة شرعا. يعني هو إن لم يكن لديه كفاءة مادية
فدي مشكله. ما هو القصه هم مش هياكلوا حب ولا يشتروا بالحب ولا لا طبعا صحيح. ولا هياجروا بالحب لا. القوام الماديه معتبره شرعا ويدل على ذلك الحديث الصحيح اسماء بنت السكن بتقول ان معاويه وابو جهل خطبان، اثنين خطبوها فتستشير النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان معاويه وابو جهل خطبان، يعني اعمل ايه؟ قال لها اما معاويه فصعلوك لا مال له، صعلوك يعني فقير يعني ما لهوش مال لا مال له، واما ابو جهم فلا يحمل العصا عن عاتقه، قيل ضرب للنساء وقيل كثير السفر والترحال، انكحي اسامه بن زيد، يعني لا تتجوز ده ولا تتجوز ده، اختار لها اسامه بن زيد. فهنا الناس قال ايه؟ صعلوك لا مال له، اذا فهذا يدل على ان القوامه الماديه او الكفاءه الماديه معتبره شرعا. وهو والجميل بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار اسامه بن زيد قالت يعني انا ما كنتش يعني حباه او متقبلاه، بس النبي قال لها، فبتقول سبحان الله فيعني كرهت ان انا يعني ارفض دعوه النبي صلى الله عليه وسلم منه زواج، ولو رفضت ما فيش مشكله، لكن بتقول سبحان الله فجعل الله فيه خيرا كثيرا وارتبطت به وفرحت جدا. سبحان الله، يعني معنى كده زي ما ربنا عز وجل قال وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل فيه خيرا كثيرا، يعني ممكن اللي هو يبقى هم شايفين اللي هو لسه كفاءته المادية بس ربنا يكرمه بعدين ممكن. نعم أنا عايز أقول إيه، عشان بعض الناس بتاخد من الدين أنا هقول لك يا شيخ عمد، أنا هقول لك هي البنت بتبقى بتحبه وهو يعني قال أنا عاوز يعني أجي البيت من بابه وراح تقدم لها، فهو البنت بتبقى خلاص هي عايزه ترتبط بيه او ارتبطوا مده طويله. نعم. فهو خلاص بقى يعني هي عايزه تتزوج منه، فتعمل ايه في الحاله دي؟ ما احنا عايزين نقول حاجه برضه، مرايه الحب عمياء. صحيح. يعني دلوقتي هي مش شايفه، هي عشان كده بقول للبنت ما تسلميش قلبك لحد، لان مش هتشوفي، هتشوفي غلط، هتشوفي بقلبك. يعني نفسنا ان احنا نحكم عقولنا خاصه في الحاجات المصريه، ده مصير. وبعدين المشكله يعني هابي قول ان هم وافقوا وفضلت مربوطه 4-5 سنين عشان يقدر، مش هيقدر يعيشها في عيشه اهلها ولا، فهل هي المساله محتاجه دين؟ هي لو لم يكن عندها دين قوي جدا عشان تستحمل، هي صحابيه هتقدر تستحمل؟ لا ده ممكن يعني لو قصر معاها شويه اكل ولا بتاع ولا حب ولا بتاع صحيح تنسى كل حاجه. ما هو بقى المسؤوليه، يعني هم دايما بيشوفوا المسؤوليه قبلك، هو ولا مسؤول عنك ولا عن بيتك ولا عن اولاد ولا حتى تقديرها النفسي. نعم. يعني بنشوف علاقات طويله الامد من الحب بيحصل فيها خناق. طبعا. وبيعملوا بلوك لبعض. وطلاق. لا ده قبل الزواج. والناس بتبقى عارفه اللي هي دي علاقه اصلا مش مناسبه من الاول. نعم. ويصروا في الاخر اللي هم يتجوزوا وتنتهي بالطلاق. بالفشل. نعم. صح. فيعني تفكير غريب قوي. يعني ازاي انت عارفه اللي في الاخر برضه الموضوع هينتهي وانت مكمله؟ ما هي بقى مش عارفه. ما هي شايفه بالمنظور قلبها، العاطفه. العاطفة غلب عليها، ما بتفكرش فيها. لذلك انا بقول خلي قلبك في ايدك. صح. خلي قلبك في ايدك، احفظي قلبك. وايه وفكري بعقلك. خليكي عاقله، لان انت عيله، انت اسره، انت مش حاجه بسيطه، انت عزيزه عند اهلك، ليكي كرامه وليكي مكانه فما تهديش ده كله. يعني ربنا اعزك فما تذليش نفسك وتذلي اهلك معاك، عزي ابوكي وامك اللي ربوكي يعني. بالظبط. فالقامه الماديه معتبره شرعا. وبعدين الحب بيطير من الشباك اول ما بيزنقوا بالدنيا كلها بايه، فبالتالي طيب نقول في واحده تقدر تعيش وتقدر تصبر ماشي، بس هو قليل ما هم. صح. يعني ده الحقيقه قليل ما هم. يعني ده استثناءات القاعده، انما العموم مش كده. اصل احنا برضه خلينا نتكلم في الواقع. يعني زمن الصحابيات خلاص، وهي بتبقى يعني رسمه له صوره اللي هو الفارس الفظيع. أيوة. اللي هي شايفاه في الفيلم او في المسلسل. ايوه بالظبط. وبعد الجواز بتلاقي حد تاني خالص. ايوه نعم. هو في مبدا كده بيقول لك مبدا التعود. نعم. يعني هي مرحله الانجذاب خلصت. ايوه. التعود بقى. ليه هو على راحته. هو على راحته وهي على راحتها. نعم. ففي الراحه بيبقى مضايقه يعني لاحد الطرفين. نعم نعم. فهو بيطلع بقى كل اللي عنده. فهل يعني دايما بشوف يا دكتور احمد حالات طلاق اقل من سنه، لا هو قادر يستحمل
ولا هي قادره تستحمل. يعني الموضوع بقى سهل. زمان كنا بنتكلم عن الطلاق ده ده انت عملتي مصيبه. صح صح صح. دلوقتي عادي انت عندك مؤخر كذا خديه وكذا والموضوع خلص. فين 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 البيت اللي بنا امر الطلاق وهذا يدل ان مفيش حب. اصل اللي بيحب بيضحي واللي بيحب بيصبر واللي بيحب بيستحمل واللي بيحب بيفوت واللي بيحب بيعدي. ايوه فالحياه بتمشي المركب بتمشي. انما ده مفيش حب. لا لا كل واحد واقف للتاني مستنيه له على حاجه على غلطه. مستنيه له على غلطه وباصص لغيره بيعمل ده. هو بيعمل مقارنات وهي بتعمل مقارنات. صاحبه يجي يقعد معاه يضحك عليه يقول له ده انا عايش في نعيم وهو يكون طلع عينيه. ايوه انا لسه هتكلم حضرتك عن المقارنات بس احنا معانا تليفونات كتير ناخد تليفون. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اتفضل عم الشيخ. نعم. انا محتاج منك بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ده بعد اذن عليك يعني. اتفضل اتفضل. انا راجل عايش ما بين عيلتي وامي واختي وفي بنت الحلال كانت عايشة معايا 6 سنين. جي اخوها طلعها مني وحصل اللي حصل وعايزيني اقعد في بلدهم في محافظة غير المحافظة بتاعتي. عشان ترجع يعني؟ نعم. ده شروط الرجوع؟ شروط الرجوع وبالفعل ده اللي اتقال لي. اعمل ايه؟ عندك اولاد؟ اسيب امي واختي مطلقة. عندك اولاد؟ واروح معايا بنوته. طب انا بس عايزاك تهدى كده شويه. ممكن بس تقول لي يا استاذ محمد انت ارتضيت ازاي ان انت تطلقها؟ يعني هو اخوها جه خدها من بيتك من جوه بيتك وقال لك طلقها؟ فده طلقها؟ مشيت من ورايا راحت على اساس ان راحه تكشف على البنت وانا نايم بالنهار. حضرتك عارفه ان يعني الطبقه الوسطى او الطبقه السفلى بتبقى يعني على طريق المستشفيات والكلام دوت. راحت تكشف على البنت راحت وخدت بعضها ومشيت سمعت كلام اهلها ومشيت. يعني انت طلقتها ولا هي اتطلقت بالمحكمه؟ لا الانفصال مش رسمي. ما فندم او سيدنا الشيخ زي ما دخلت بالمعروف بخرج بالمعروف زي ما ربنا سبحانه وتعالى. لا في مشيت الاله فطلقها. ما ينفعش ان انا اهين بنت. طيب. الناس عمر ما قلت لها بين ولا امك ولا ابوك ولا ست. طب انت ربنا يكرمك بس انت لسه متمسك بيها. ما هو ده بيعيط ده اكيد طبعا. طيب ربنا يكرمك ان شاء الله وربنا يصلح لكم الحال. اسمع عشان نشوف. معانا حد تاني يا جماعه؟ السلام عليكم استاذه مي. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. ممكن تسمعينا بس من التليفون من فضلك؟ اتفضلي. استاذة مي. طيب. مأساة. طبعا. مأساة والله يعني هو يعني بيوجع القلب. أو دموع الرجل صعبة يعني الرجل يعيط صعب. طبعا. فهو في انكسار. يعني هو واضح انه بيحب زوجته واكيد بيحب بنته وفي نفس الوقت ام واخته فهم وضعوه يعني بين نارين. صحيح. يعني ان ترك امه واخته يبقى سايب يبقى هيعصي الله سبحانه وتعالى. صحيح. ان اكيد امه محتاجه له واخته محتاجه له. اخته مطلقه ويترك زوجته وبنته. طب بس الله اعلم هل كان في مشاكل بينهم واستحالت العشره فعشان كده عملوا كده ولا احنا برضو نسمع بود من واحده. لكن طبعا ان لم يكن في مشاكل وهم ارادوا ذلك ظلما وعلوا طبعا يبقى يقسموا طبعا. احنا معنا مكالمات كتير قوي. مين يا جماعه انتوا قلتوا لي كذا حد. السلام عليكم. استاذه مي. وعليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي.
اسمعيني من التليفون يا حبيبتي. اه وطي بس صوت التلفزيون. اتفضلي اتفضلي. انا جدتي متوفيه وكانت مامتي حلمت كذا حلم ليها هي وبابايا. بتيجي في الحلم ان هي من غير هدوم وبتيجي مره ان هي بتبقى عايزه تاكل المحشي. فانا بتطلع صداقات على روحها وكده. فانا سالت كذا حد فقال لي هي محتاجه ان انت تطلعي لها صداقات على روحها تعملي لها اعمال خيريه اي حاجه صدقه جاريه يعني تبقى على روحها. طيب يا حبيبتي اسمعينا والشيخ هيرد عليك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. معنا ميسا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الو اتفضلي معاكي. وعليكم السلام. لو سمحت انا كنت بتكلم عن البنات اللي بيحللوا لها صغيره يعني وما بيكتبوا لهاش. البنات ايه؟ معلش تاني قولي حضرتك. بيكتبوا ما بيكتبوش يعني بيوثقوا بيتجوزوا وهم بتبقى صغيره يعني وبيتسننوا قصدك. سؤال حضرتك ايه؟ اتفضلي. بنت اخويا يعني جوزوها وعايزين يطلقوها يعني هم ينفع تتجوز يوم ما يكتبوا لها يطلقوها؟ من غير ما تدخل يعني؟ هي دخلت ولها 4 شهور بس حماتها كانت وحشه كانت صعبه وراحت يعني دخلت طيب مش كتبوا لها وطلقوها يعني يعني تم الدخول بها يعني. طيب اسمعينا يا حبيبتي شكرا جزيلا. طيب انا هرد من اخر سؤال. هي يعني اتسننت البنت عشان هي كانت صغيره جدا وبعدين عملوا لها عقد وهي اتطلقت وعايزين يجوزوها واحد تاني في نفس اليوم. فده هل يجوز شرع؟ ما هي بتقول ينفع. شفاك الله وعافاك يا رب ربنا يكرمك. فهم عايزين يعقدوا عليها على حد تاني في نفس اليوم بتاع الطلاق الاولاني. هي ده طبعا لا يجوز يعني عشان بعقد يعني هي تقصد ده. لا بعقد بس هي تزوجت زواج شرعي حتى وان لم يوثق لكن هو زوج شرعي لان في شهود وفي ولي وفي اركان النكاح تمت فيه يعني هو الولي والشهود والاعلان تم خلاص وتم الدخول بها فما ينفعش لازم يتم الطلاق وبعد كده تقعد العده بتاعتها وبعد كده تتزوج يعني طبعا لا يجوز. طيب هنكمل بقيه الاسئله بس هناخد يعني جزء من موضوعنا. تمام. هي طيب الولد دلوقتي خلاص تقدم لها وتوافق عليه تعتبره كفء وتوافق عليه. تمام. ايه هي الاسس الشرعيه للرؤيه الشرعيه بقى؟ يعني هو يعني هو عايز يروح يشوفها في يوم عايز يشوفها الكلام بقى كتير في الموضوع ده. نعم. ممكن يشوفها بشعرها وفي كده كلام غريب جدا اتقال الفترة اللي فاتت ممكن يشوفها مش عارفة لابسة ايه فكلام غريب فعايزين حاجة تقول لنا الأسس الصحيحة. هو طبعا الرؤية الشرعية هي شيء جميل جدا. أولا هو بيذهب لمقابلة الخطيبة ان هو يخطبها بين أهلها. عدد الرؤية الشرعية ايه؟ مرة 2 3 4 ملهاش عدد محدد حتى يستقر ويأخذ القرار وهي كذلك بان هم ارتضوا ان هم يكونوا ايه ان شاء الله يكملوا مع بعض زوجين يعني. وبيبقى في بقى الرؤى الشرعيه بيتم فيها حته الادام او الالفه بقى والمحبه واخذ القلب يعني. ولذلك سيدنا جابر لما خطب امراه ولم يرها فقبله النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له يقول له انا خطبت قال له هل رايتها؟ اذهب ارجع فانظر فانظر ايه لعله ان يؤدم بينكم الحب. صحيح. وهو لو القلب ما اشتغلش هيتجوزها يعمل بيها ايه؟ وهي كذلك هتتجوزها تعمل بيها ايه؟ فده اصل يعني. يبقى هنا لابد في المقابله دي وقلنا المقابله في الاقل مرتين في الاقل ثلاثه الاصل ان هما الاثنين خلاص. طبعا الرؤيه الوجه والكفين الوجه والايه يعني والكفين. لا مش شعرها لا 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 طبعا الكلام بيتقال كثير في الموضوع ده لكن هو الوجه والايه والكفين. الوجه بيعرف منه لون البشره والكفين قالوا بيعرف منه سمك يعني الايه البنت يعني. وهي تتكلم معاه وهو يتكلم معاه في اطار محترم في اطار محترم وزي ما قلت ممكن مره 2 3 لحد ما
ياخدوا الايه القرار، لانه ممكن يقول انا لسه مش عارف يعني بستخير بس لا خلاص يا عم تعالى تاني. وهي تقول لا انا عايز اشوفه تاني، انا مش فاهمه دماغه، انا عايز اكلمه شويه. ماشي مفيش مشكله. نيجي بقى عند النقطه دي. ايوه دلوقتي الشاب بيقول انا مش عارف اكلمها في وسط اهلها، انا عايز اقابلها برضه. ده مش من دين ولا لا يا شيخنا؟ طبعا يعني هو عايز يقعد معاها بره لوحدهم، ده مش من ديننا. نعم. فعايزين بس ندي نصيحة للشاب اللي بيقول بالشكل. نعم نعم. لازم الشباب يعرفوا ان الخطبة ما هي الا وعد بالزواج مش عقد شرعي. الخطبة هي ايه؟ وعد بالزواج وليست عقد شرعي. يعني ايه مش عقد شرعي؟ يعني لا يبنى عليها شيء. لا يبنى عليها شيء. وبعدين خطورة بقى من يجنح لهذه الأخطاء وهذه المشاكل وهذه الذنوب بعد كده لما الخطوبة ما تتمش تيجي تخطب لواحد تاني، ده مشيت مع فلان وراحت معاه صحيح طبعا. ويعرف أسرارهم ويعرف تحكي له ويعمل عليها بقى رجل البيت وإزاي تخرج من غير إذني، أعطى لنفسي حقوقا ليست لا وهم السبب، هم اللي سمحوا له الحقوق بقى. هو بيحس اللي بعد ما يخطبها يعني هم خلاص تمموا الخطوبة، فالبنت بتبتدي قلبها يتعلق بيه. نعم. فبيبتدي بقى يضغط عليها عاطفيا. نعم. كما لو انه زوجها. زوجها. يعني يقول لها يعني عايز يلامسها جسديا. كمان كما لو انه الزوج يعني. نعم. انا اسفه ان انا هقول بس. نعم. يعني خلينا واقعيين. مثلا عايز يمسك ايديها وهو ماشي في الشارع. نعم. وهكذا. نعم. فالبنت طبعا بترفض لان ده مش من الدين. نعم. وحقيقه من المولى عز وجل يعني. ف يعني اسمه قد ايه كبير لما يضغط عليها عاطفيا ويقول لها لو ما عملتيش كذا انا هسيبك مثلا او. نعم. مش هتمم الخطوبه او الجواز. نعم. هو طبعا الذنب بيجر ذنب. صحيح. احنا سمحنا له يخرج معاها وسمحنا له يخلو بها، والخلوه دي يعني حرام شرعا. طبعا. النبي علمنا لا يخلو رجل من امرأة الا والشيطان ايه؟ كان الشيطان سادسهم. فاحنا اللي سمحنا بالخطا، فالخطا بيجر خطا. صحيح. الذنب بيجر ذنب اكبر منه. صحيح. فبالتالي هنا طيب هو اللي عايز يلامسها وعايز هذا ليس من حقك. حرام. انت كانك تلمس جمره من نار جهنم. فاتق الله سبحانه وتعالى في هذا العرض. انت لو عندك دين وراجل لا تفعل هذا. لا تفعل هذا. والبنت مصيبة البنت بقى لما تخاف بقى، لما تستجيب وتخاف تقول هيسيبني، طب انا بحبه، طب ما ينفعش. صحيح. انت لو ما انت لو استجبت كده مش هتعز نفسك وهتبقى صغيره في عينيه. هو لو ما اتقاش ربنا فيها دلوقتي مش هيتقي ربنا فيها بعدين. احسنتي احسنتي. يبقى بالتالي هنا في حدود لربنا سبحانه وتعالى. لا يجوز لينا ان احنا نتجاوزها. تلك حدود الله. فلا تعتدوها. يبقى هنا ما ينفعش لا تخرج معاه ولا تخلو بيه خلوه ممكنه. ده احنا بنقول لما يقعدوا الاهل عشان ما تبقاش الخلوه ممكنه. يعني في خلوه ممكنه وخلوه غير ممكنه. خلوه ممكنه، الخلوه غير ممكنه ان في حد قاعد معاهم. واخد بالك حضرتك؟ حتى اللي كاتب ما لا يخلو بيها خلوه ممكنه. خلوه ممكن ان هو يتقفل عليهم باب. لان هو كاتب مش داخل. لان في احكام للي كاتب كتابه واحكام لمن دخل بها، احكام شرعيه. فعشان ما نضرش بيه احنا خايفين عليك. صح. احنا خايفين عليك. المراه في الاسلام لؤلؤه مصونه وجوهره مكنونه. صحيح. احاطها الاسلام بسياج منيع بيحافظ عليها، بيحافظ عليها من كل حاجه. بمناسبه بقى الحفاظ عليها، يجوا اصحابها يقولوا لها ايه ده انت اتجوزتي جواز صالونات؟ يعني هو اتقدم لك اتقدم لك ولا حب ولا حاجه وجيتي قلتي ماشي؟ يا بنتي انت عايشه فين؟ ده الكلام ده كان زمان. نعم. فبيعتبروا ان الحكم الشرعي ده عادات قديمه المفروض اللي احنا نبعد عنها، ويبقى في بقى حب وقصص طويله ممكن واغلبها ما بيبقاش بعدها جواز، ولو في جواز بيبقى في طلاق. احسنتي. وعلى فكره يعني المؤثرات الخارجيه دي بتبقى العامل الرئيسي في فشل الزواج. صحيح. عامل رئيسي. وهما بيبقى يعني الكثير بيبقى في حقد على البنت،
لو لقوه ملتزم ده متشدد ومتزمت، لو لقوه ده عيل ما وما يشيلش مسؤوليه، ده عيل مش عارف ايه بتاع، فهم يعني. والمشكله ان البنت عامله ودانها لايه لزمايلها واصحابها ما بتفلترش يعني، ما بتفلترش، دول صحابي واكيد بيحبوني واكيد مش بيخافوا عليا واكيد مش. ده هقول لحضرتك حاجه، احيانا البنت تسمع كلام صحابها اكتر ما تسمع كلام اهلها، ده حقيقي، وتقتنع بصحبات اكتر ما بتقتنع باهلها. سبحان الله، ده امر عجيب جدا. وفي الاخر تدرك ان اهلها كانوا هم الصح، وان دول كانوا مثلا اللي بيغير منها واللي بيحقد، بس بعد ربما فوات الاوان تكون خسرته، تكون خسرته بالظبط. وبعدين هو النهارده لما نلاقي واحد محترم، ده مش كتير يعني، يعني النهارده يعني وقليل ما هم، لما المراه تجد رجل محترم وصاحب مسؤوليه ويتقي الله سبحانه وتعالى تمسك فيه بايديها واسنانها، لان صعب تلاقيه تاني في لان المراه محتاجه الرجل الذي يتقي الله فيها سبحانه وتعالى، سواء في السر او في العلن، معاها مش معاها، يبقى سندها، يبقى زي في مكان والدها ومكان اخوها ومكان امها، محتاجه ده. فهي لما تلاقيه ما تخليش بقى حد ايه يقعد ايه يوسوس ليها، ما دول شياطين انس. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقدم في الاستعاذه شياطين الانس على شياطين الجن، اللهم اني اعوذ بك من شياطين الانس وشياطين الجن. فقال هو قدم لي صلى الله عليه وسلم شياطين الانس على شياطين الجن، قال لان شياطين الجن عندما نستعيذ بتهرب، اما شياطين الانس راكب على دماغنا مش عايز تمشي. طيب، بما ان شياطين الانس ساعات بيكونوا صحبات يعني او اصحاب من الرجاله، لا. ممكن البنت تتكلم تقول مثلا حاجة حصلت عندها في البيت أو سر من أسرار بيوتها يعني، لا. أو العكس، لا. ويجي هو أو هي يتكلموا مع أصحابهم فيها، فده بيبقى في الإسلام يعني هو كده أفشى سر. نعم نعم نعم. فدي عظيمة بيرتكبها الشاب أو البنت وهما مش واخدين بالهم. نعم، في مرحلة الخطوبة وفي مرحلة الزواج طبعا لا شك يعني. يعني هي ثواني احنا في حد معانا اتصال بتقولي؟ طيب لا حضرتك كمل وهنغضب. لا مفيش مشكله، ممكن نكمل. لا حضرتك كمل. طيب ماشي، قاعد من بدري. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن حضرتك تسمعنا من التليفون بس وتوطي؟ ايوه معاكم. ايوه دكتور، اهلا وسهلا، اتفضل. حضرتك انا انسان مسلم، والازهر منشوب بقاله اكتر من 1000 سنه. نعم. ومذكور في القران السحر، ربنا ذكر في القران السحر ومخصص له يعني صور. نعم. وايات. وانت نعم. حضرتك ليه ما بتطبقش الشريعه الاسلاميه في الصحراء؟ نعم. انا حياتي اتدمرت بقالي اكتر من 12 سنه، 5 اسر متدمرين من ساحر، والساحر اتقبض عليه خد 6 اشهر وطلع. لا اله الا الله. عمل ايه حضرتك بالنسبه للحريم؟ بيعمل لهم بنازيل، وفي اكتر من 200 شاهد. لا اله يعني الله. اسال على ساحر الشرقيه، معمول فيه اكتر من 40 محضر واستغاثات لامن الدوله، وهنا وهنا ومفيش نتيجه، وفي النهايه ولع في بيتي بالجن، مع جن ولع في بيتي بالجن، ومحذرني وعملت اي حاجه هيولع في بيوت اخويا بالجن. طب معلش، هو اتحبس ازاي يعني؟ ايه الاثبات اللي عليه اللي هو اتحبس؟ حضرتك اتقبض عليه في 2017، والعاشره مساء جابته بتاريخ 3/5/2017. تم القبض على اخطر ساحر في الشرقيه، ورئيس مباحث الاداب ما قبضوا عليه، صوروا عليه في الورق والحاجات اللي هم بيعملوها دي، بدم بعظم بني ادمين، والحاجات دي موجوده على النت حضرتك. طيب، واتاخد والعاشره مساء عملت لقاء في اهل بلده مع. طيب، اهل بلده. الشيخ هيرد عليك، شكرا جزيلا. حاضر، معانا حد تاني يا جماعه؟ طيب، ده مهم جدا ان احنا يبقى نحصن نفسنا بالاذكار. ايوه، اللي احنا نسيناها وبنكسل فيها اذكار الصباح، بعدين كده الشيطان ضعيف يعني. احسنتي. يبقى احنا نحصن نفسنا اولا بأذكار الصباح والمساء، ثانيا بالمحافظة على الفرائض، ثم النوافل. أنا بأكد أيهما إنسان، أي واحد مسلم، يحفظ نفسه بالفرائض والأذكار
ويبعد عن الحرام ويتمسك، مستحيل مستحيل. لو جن الدنيا كلها اجتمع لن يستطيع أن يضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه. صحيح. طيب. وزي ما حضرتك قلت إن كيد الشيطان كان ضعيف. ضعيف. فالشيطان، وأنا دايما ليا جملة من زمان بقول الشيطان يقوى بضعفك ويضعف بقوتك. صحيح. كلما قوي إيمانك كلما ضعف الشيطان، كلما ضعف إيمانك كلما قوي الشيطان. صحيح. فبالتالي أنا ما لا أخاف من جن، والجن ليس إلها من دون الله يسير الكون. واخد بال حضرتك؟ يبقى انا اربط قلبي بربنا سبحانه وتعالى، استعين بالله، استعيذ بالله، احصن قلبي بالطاعه. وربنا يحفظك من كل شر ومكروه وسوء. امة محمد اجمعين يا رب. طيب احنا كنا بنتكلم عن افشاء الاسرار. نعم. كل واحد بيروح يحكي لاصحابه وممكن يسوي يعني يهدم بيت. نعم. فهم مش فاهمين، مش فاهمين هم ايه الاثم الكبير هم بيعملوه، مع انه ممكن يكون بيعملوا بالطبيعه يعني. هو مش فاهم بيحكي. هو المشكله ان يعني دايما بحس ان عايزين نرجع للتربيه. أيوة. التربيه. فالشباب بيقع في مشاكل واخطاء من باب المزاح والهزار والضحك، وان هو يعني يحب يلفت انظار اصحابه ان هو بيقدر يعمل وبيقدر يسوي. فدي مشكله يعني. حتى حضرتك تلاقي يجيبوا اسرار ده فلان، اسرار علان، اسرار خطيبته، اسرار مراته، ويحب قوي ان اصحابه يكونوا منبهرين بيه وفرحانين بيه وبيتكلموا عليه، حتى ولو بالسوء، حتى ولو ذكر بالسوء، بس المهم ان هو يذكر بينهم يعني. وسب للاباء والامهات بصوت عالي وبضحك وبسخريه. طيب. ده من اكبر الكبائر. طيب امتى الست او الراجل يقولوا انا هرفض العريس ده؟ يعني اتخطبوا بعد الخطوبة أنا مش هينفع أكمل معي أو مش هينفع أكمل معي. طبعا يعني إذا تبين إنه ليس بصاحب دين وليس بصاحب خلق. وده الأساس والأصل. إزاي؟ لقيناه إن هو كذاب في حاجات كتير. يعني مش كذب مرة، لا ده هو يعني يعتاد الكذب وبيكذب على طول. أيوه كل حاجة. لقيناه إن هو ما بيحترمش البيت اللي هو دخله، ما بيقدرهوش، او بيفشي اسراره. يعني في حاجات عظائم كبائر ولقناه ومستمر فيها. يبقى بالتالي ده لن يتناسب مع بنتنا ولن يتناسب معانا. والقاسي قلبه، يعني في ناس قاسي قلبهم يعني مع اهلهم، مع امهم، مع اختهم. فده برضه بيكون هو نفس الكلام هيبقى مع مراته بعدين. نعم نعم طبعا. يعني هي فتره الخطوبه، وموضوع في موضوع الخطبه ده برضه موضوع السؤال عنه ده مهم جدا برضه. صحيح. ده مشروع عايزه تاخدي اتصال ولا حاجه؟ لا لا ما حضرتك ده. ان احنا نسال عنه، نشوف المقربين منه سواء في الشغل سواء الجيران. في ناس يا دكتور احمد لا تتقي الله عز وجل. لما يجي حد يسال عليه يقول لك لا انا مش هقول حاجه، ما بشكلش الخطوبه، رصين في الحلال، وهي في الاخر هو بيفرق مش بيجيب. ده لابد ان يعلم انه بذلك خان الامانه. خان الامانه سواء ولد او بنت. جاي حد بيسال عنه، اولا يسال واحد صالح. ما يسالش اي حد، ممكن واحد يكون في عداوه بينهم ولا في، فيحاول يفشل الامر يعني. يبقى اولا يسال ايه، او يضعها في عنقه يعني، يقول له دي امانه في عنقك ليوم الدين يعني. نعم. اعتبرني بنتك، اعتبرها بنتك. صحيح. هو يجب عليه ان هو ان راى شرا يخبر به، بس باقل عبارات. يعني بلاش التفاصيل المملة. صحيح. ده أنا شفتها مش عارف بتعمل إيه وشتمت إيه ولبست يعني إيه. يعني بلاش منه أو بلاش منها. يعني زي كان العلماء الحديث في علم اسمه علم الجرح والتعديل في الرواة. فكان لما يجي مثلا رواه من الرواة يقولوا إيه، فيه نظر، فيه مقال، مش بقى شفنا عمل وسوى. يبقى بالتالي واجب عليك أن أنت تقول، بس تقول بالعبارة التي تفيد اختصارا دون ايه بسط ودون تفصيل. انا يعني الوقت بيعدي مع حضرتك بسرعة جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما شرفنا ومنورنا. ربنا يبارك فيك. انا اللي بشكرك. وهنكمل الحلقة الجاية ان شاء الله، عشان احنا ما خلصناش كل مرة ان شاء الله. أكيد. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. شكرا. كان معنا الشيخ احمد الجهيني من علماء الازهر الشريف. في اخر الحلقه حابه يعني اتكلم
عن الحب برضه. هو الحب ده أسمى حاجة في الدنيا، بس الحب للي يستاهله، للي يقدره. يعني انتي ألماظ، انتي في الإسلام ربنا مخليكي كده لؤلؤة مقفول عليكي، اللي يستهلك هو اللي بياخدك، لكن ما يستهلكيش بعدي عنك. ده مش من نصيبك ولا ربنا عز وجل قال لك تاخدي ده، تاخدي اللي يحفظك ويصونك. ودايما بقول للناس المتزوجين بقى، مش كمان اللي يعني، دايما حبوا اهل بيتكم حب غير مشروط. يعني مش شرط انت هتعملي كذا فانا هبقى كويس، انت هتعملي كذا انا هبقى وحش، لا اتغير، خلي عندك قوة إدراك. يعني انت اتغير هتلاقي اللي قدامك بيتغير. خش على بيتك هتلاقي أولادك بيحضنوك، حضنهم قوي، وده برضو حب مش مشروط. فخلي الحب يملى بيوتكو. لما تدخل بيتك كده ولا حد يجي يزورك يقولك الله البيت ده أنا حاسس اللي ربنا فيه. ودي أحلى كلمة ممكن تسمعها في بيتك. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.